بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنبدأ أولى محاضراتنا في مساق القوام والتمرينات العلاجية. بطبيعة الحال إحنا بنعرف إنه القوام أو قوام جسم الإنسان بيتكون من العديد من الأجهزة، عظام على عضلات وباقي الأجهزة اللي هي بالأساس بتبني لجسم الإنسان. مشان هيك إحنا بنحاول إن إحنا نلعب دور كبير في مجالنا في الرياضة، نحافظ على هذا القوام من خلال التدريبات والتمرينات الرياضية اللي إحنا بنأديها، خاصة إنه للقوة العضلية علاقة كبيرة جدا في المحافظة على قوام جسم الإنسان. اللي هو قوام جسم الإنسان على إنه هو القوام الجيد، أو بأنه هو الجسم المعتدل والذي يكون هناك في حالة توازن ثابتة بين القوة العضلية والجاذبية الأرضية، وتكون ترتيب العضلات والعظام في وضع طبيعي بحيث تحفظ الانحناءات الخاصة بالجسم الطبيعية دون أي زيادة أو نقصان، حتى يقوم الإنسان بعمله اليومي ويؤدي جميع حركاته التي يحتاجها دون الشعور بالتعب وبسهولة وأقل مجهود. يمكن هذا التعريف بيخلينا نرجع لورا شوية، وإحنا أو أول ما درسنا إحنا اللياقة البدنية بدأنا إحنا بتعريف اللياقة البدنية، وعرفنا على أن قدرة الإنسان على مواجهة متطلبات الحياة دون الشعور بالتعب. وبنلاحظ هنا تعريف القوام قريب جدا من تعريف اللياقة البدنية. لذلك إحنا لما بنيجي بنتحدث على القوام والمحافظة على القوام نتحدث على مجموعة من الأجهزة، بنتحدث عن عضلات، بنتحدث عن عظام. شو هذه الأجهزة؟ شو الدور اللي بتلعبه؟ وشو العلاقة اللي ما بينها وما بين الجاذبية الأرضية وما بين الحركات اللي إحنا بنقوم بها؟ وطبعا هنا بتوقف اللي هو المحافظة على اعتدال القوام، والمحافظة على القوام بتوقف على عدة أشياء، على عدة الحالة الخاصة بالعظام والعضلات والأربطة. طبعا مهم جدا احنا بنعرف ان العضلات من أجل ان احنا ننميها، طبعا احنا بننميها بالأثقال، بننميها بالتدريبات الخاصة بالقوة العضلية، وبالتالي بيصبح لها الأهمية الكبرى للمحافظة على العظام وعلى اعتدال جسم الإنسان. بالتأكيد عندي العظام وشكلها وهيكلتها، والعضلات أيضا بوجودها وتدريبها، والأربطة أيضا اللي هي بتربط لي ما بين العظام مع بعضها البعض، بتشكل لي المفصل. بالتأكيد بتلعب للدور الكبير في المحافظة على اللي هو اعتدال قوام جسم الإنسان. وإذا حصل ضعف في هذه العضلات، وبالتالي وإذا حصل ضعف في هذه العضلات هينعكس هذا الأمر طبعا على العظام، وينعكس على المفاصل وعلى الأربطة. اتنين، عندي حالة التوازن ما بين الجاذبية الأرضية والقوة العضلية. هذه العلاقة وهذا التوازن ما بين الجاذبية وما بين القوة العضلية مهم جدا. احنا بنقوم بحركاتنا بشكل مستمر وبنتحرك، سواء كان مشي أو ركض أو جري أو قفز أو تعلق، حركات كثيرة إحنا بنقوم بها. إذا ما كان عندي التوازن هذا موجود ما بين الجاذبية الأرضية والقوة العضلية اللي هي بالأساس موجودة من المفترض تكون عندي، بالتأكيد حينعكس هذا الأمر سلبيا، وحيأثر هذا على الجسم ويصبح القوام عندي رديء وليس قوام جيد. النقطة الثالثة بنتكلم على الحالة النفسية، الحالة النفسية. وإحنا بنعرف إنه الوضع النفسي عند الإنسان لما بيكون الإنسان في وضع نفسي صعب تجده دائما منطوي على نفسه، تجده دائما انه جسمه منكمش على نفسه، ما في حرية لهذا الجسم، ما في حرية لهذه العضلات وهذه العظام. مشان هيك احنا بنسعى دائما الى انه ممارسة النشاط الرياضي هو بيديني الحالة النفسية الإيجابية، وبيديني الروح الرياضية، وبيديني السعادة. وحتى من ضمن تعريفات اللياقة البدنية في تعريف بيتحدث على انه هو شعور الإنسان بالسعادة ووصول الإنسان إلى مرحلة السعادة، تعريف من تعريف اللياقة البدنية. هذا بالنسبة طبعا للأشياء البسيطة اللي إحنا بنتحدث عنها أو يتوقف عليها اعتدال القوام. مشان هيك إحنا لما بنعرف القوام الرديء زي ما عرفنا القوام الجيد، بنعرف أيضا القوام الرديء. القوام الرديء هو عبارة عن الشكل الخارجي بجسم الإنسان، حيث يكون هناك زيادة أو نقص في الانحناءات الطبيعية للجسم أو أي شكل غير طبيعي لأي جزء من الجسم، ومظهر ذلك عدم حفظ التوازن. عندي بعض النقاط اللي لها علاقة بمظاهر القوام الجيد،
واحد أن يكون هناك اعتدال في وضع الرأس بحيث تكون الذقن للداخل والنظر للأمام. اثنين أن تكون الكتفان في الوضع الطبيعي بحيث تتعلق الذراعان والكتفان مواجهان للداخل، مواجهان للفخذين. ثلاثة أن يكون الصدر مفتوحاً مع حرية التنفس. أربعة تكون زاوية الحوض صحيحة ما بين 55 درجة إلى 60 درجة مع قبض عضلات البطن للداخل. وهنا بنلاحظ أنه يرتكز الجسم على القدمين بالتساوي ويكون مشط القدم متجهاً للأمام والأصابع والردفتان للأمام. العظام ووظيفتها، وإحنا طبعاً حددنا أن العظام هذه جزء مهم بالنسبة لاعتدال القوام، جزء مهم بالنسبة لتشكيل قوام جسم الإنسان. مشان هيك إحنا بنلاحظ أنه الجسم بشكل عام والحركات اللي بيقوم بها الجسم بشكل عام تبدأ من العظام، تبدأ من العظام اللي بتكسوها أيضاً اللي هي العضلات. وعندنا في عنا بعض الأجزاء المهمة بالنسبة للجهاز العظمي، من أهم الأجزاء في الهيكل هذا العظمي الذي يتوقف عليها القوام الجيد، وهي واحد العمود الفقري، اثنين الحوض، ثلاثة الكتفان، أربعة القدمان. خلينا احنا نشوف احنا العمود الفقري. احنا بنعرف انه العمود الفقري هو عمود مرن ومتحرك، بيستطيع انه يحرك الجسم ويمد الجسم بكل الحركات الرئيسية، وهو يقع ايضا في منتصف الجسم ويحفظ توازن الجسم ويوصل بالطرف السفلي، ويوصل العمود الفقري بيوصل اللي هو الطرف العلوي بالطرف السفلي من خلال ارتباطه فوق الجذع والرأس والأكتاف وما إلى هنالك، ثم تحت إلى اللي هو الحوض، وبالتالي أصبح هو بيربط لي اللي هو الطرف العلوي بالطرف السفلي. وطبعا العمود الفقري مهم جدا ان انا احافظ على العضلات اللي من حواليه حتى استطيع ان انا احصل على كميه حركه مناسبه. واحنا بنعرف انه في عندي انا انحناءات طبيعيه جدا موجوده في العمود الفقري، هنتحدث عليها ان شاء الله. طبعا احنا بيتكون العمود الفقري من خمسه اجزاء، 33 فقره، سبع فقرات عنقيه، و12 فقره ظهريه صدريه، وفي المنطقه القطنيه عندي خمس فقرات، وفي الجزء العجزي خمس فقرات، والعصعص أربع فقرات. مشان هيك أنا لازم أحافظ على العمود الفقري وعلى الانحناءات اللي أنا بدي أتحدث عليها. الانحناء الأول عندي الانحناء العنقي، اثنين عندي الانحناء الظهري، ثلاثة التقعر القطني، ثم التحدب العجزي. بنلاحظ أنه في أن بعض الأمور أحياناً بتكون مختلفة. أي زيادة أو نقص في هذه الانحناءات اللي موجودة أمامنا، هذا يعني أنه أصبح القوام رديء وأصبح في عندي أنا تشوه في القوام. وإحنا كتير بنشوف من الشباب وكتير بنشوف من الناس أحياناً هو ماشي بتجد أنه ظهره منحني للأمام بشكل زائد، هذه الزيادة تعني أنه في عندي أنا تشوه في هذا القوام. هذا بالنسبة طبعاً للعمود الفقري، وإله أهمية أيضا كبرى، أهمية كبيرة بيحافظ لي على، وإله أهميته بالنسبة للي هو النخاع الشوكي، النخاع الشوكي اللي هو بيمد لي بيوصل لي الإشارات العصبية من الدماغ إلى كل أنحاء جسم الإنسان. يبقى أنا فيه بيلعب العمود الفقري بيلعب دور كبير في المحافظة على الحبل الشوكي. ايضا بمدل الجسم بالحركات، القدره على انك انت تتحرك من خلال وجود مخدات غضروفيه موجوده ما بين الغضاريف، هذه كلياتها طبعا بتلعب لدور كبير في وجود واهميه العمود الفقري. اثنين انا بدي اتحدث عن الحوض، والحوض طبعا الجزء الثاني من العظام او الجهاز العظمي اللي احنا بنتكلم عليه. وعندنا بيتكون الحوض من العجز طبعا من الخلف مع عظمتي الحرقفة اللي بتتمفصل من الأمام بغضروف في العظم العاني. بيتصل الحوض مع الطرف السفلي بمفصل الفخذ وبأربطة متينة بتقوي لهذا المفصل، وبتمنع أي انحناء وبتمنع أي
سقوط الجسم للخلف. لذلك احنا بنلاحظ انه الاربطه هذه مهمه جدا للمحافظه على وضع الجسم، وزاويه الحوض زي ما اتفقنا احنا من 55 الى 60 درجه. الكتف او الكتفين والاكتاف طبعا مهمات جدا ان المحافظه عليهم، ومهم جدا المحافظه على العضلات اللي حوالين الاكتاف. العمود الفقري والحوض لاعتدال القوام، الكتف بشكل مع العمود الفقري والحوض بشكل اللي هو الجزء العلوي اللي موجود عندي. وبنلاحظ انه بيربط الاطراف العليا من الجسم ويتكون من الترقوة وعظمة اللوح. فعظمة الترقوة هي اللي بتشكل لي الوضع الطبيعي للكتف، وينتج عنه اللي هو اعتدال الاكتاف وحركته من خلال العمل المنتظم للعضلات زي ما تحدثت عنه في البداية اللي هي حركة العضلات. بجانب ذلك يؤثر المفصل الترقوي أيضا الصدري وبعض الأربطة في حركة الرفع والخفض إلى آخر من هذه الحركات. ثم القدمان، والقدمان إحنا بنعرف إنه إحنا في أن هي القاعدة الرئيسية والركيزة الرئيسية لجسم الإنسان، وبالتالي إحنا المحافظة على هذه العظام يعد بمثابة المحافظة على أجزاء جسم. وطبعا أنا في عندي العمود الفقري هنا الانحناءات اللي احنا بنتحدث عليها، سواء في عندي أنا المنطقة العنقية من الأعلى في الصورة اللي في المنتصف، التحدب الظهري في المنطقة الظهرية، ثم التقعر القطني، ثم اللي هو التحدب العجزي. هنتكلم على حاجة اسمها القوس قوس القدم، واحنا بنلاحظ انه القدم يعني يمكن وصفها ويمكن اللي هو تعريفها بانها زي ما تحدثنا انها القاعدة الرئيسية لجسم الانسان، والمحافظة على هذه القاعدة مهم جدا لقدرتي على اني اؤدي حركاتي واقوم بمهامي بالشكل المطلوب. القدم موجود في اكثر من قوس، في عندي قوس طولي وفي عندي قوس عرضي. القوس الطولي بينقسم أيضا إلى قسمين، عندي قوس طولي داخلي وقوس طولي خارجي، أي أنسي ووحشي. وبلاحظ أنه القوس اللي من الناحية الأنسية بيكون أكثر وضوحا وأكثر طولا اللي هو في المنطقة الداخلية. ولو أنت وضعت إيدك في, 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 في هذه المنطقة أو في الجهة الأنسية حتجد أنه المنطقة هذه واضحة، أو اللي هو التقوس هذا واضح بشكل طبيعي. وفي عندي أيضا القوس العرضي وهو من منتصف القدم بشكل عرضي. ومن العوامل اللي بتحفظ لي قوس القدم اللي هو شكل العظام وطريقة تمفصلها والأربطة القوية وبعض العضلات. احنا اتفقنا انه لما عرفنا احنا تعريف القوام السليم والقوام الجيد، قلنا عبارة عن إيش اللي هو هو الجسم المعتدل، واللي بيكون فيه عندي أنا حالة من التوازن الثابتة ما بين القوة العضلية والجاذبية العرضية. يبقى دور العضلات ودور الأربطة والأوتار بيلعب لي دور كبير. الصورة اللي أمامي هنا بألاحظ بعض الصور موجود فيها اللي هو غياب يغيب فيها اللي هو قوس القدم، وما يعرف بالفلات فوت، وما يعرف بالفلات فوت. مشان هيك احنا مطلوب منا ان احنا نحافظ على القدم بشكل كبير. الاحذيه اللي احنا بنلبسها لازم تكون احذيه طبعا طبيه واحذيه سليمه. ايضا مطلوب منا ان احنا ندرب العضلات والاربطه والاوتار اللي بتحيط لي هذا المفصل من اجل المحافظه. فوائد قوس القدم، طبعا عندي انا في العديد من الفوائد، تقويه هيكل القدم ليستطيع احتمال وزن الجسم. احنا اتفقنا انه هو قاعدة رئيسية من اجل انه يحمل جسم الانسان. يوزع ايضا وزن الجسم على العظام المختلفة للقدمين ليسهل عليهما المشي والصعود والحركة. خلونا احنا نشوف بعض الامثلة. بعض الناس لما بتشاهدهم هو بيمشي بتجد انه المشط بيفتح لبرة، بيفتح لبرة. روح شوف الناس هذه وقيس مستوى القوس الطولي وخاصة في المنطقة الأنسية، بتجده مختفي، يعني وجود موجود عنده اللي هو الفلات فوت القدم المسطحة. احنا مطلوب منا ان احنا نفهم
كيف نحافظ على هذه القدم وما يحصل عندي أنا أي مشاكل في هذه القدم؟ طبعاً اللي هي من أيضاً من فوائد قوس القدم أنه بيكسب للقدم المرونة اللازمة للقيام بالحركات بسهولة، أيضاً يقي من الصدمات التي تنشأ عن الجري والوثب والقفز، وبيحفظ للأوعية الدموية والأعصاب والعضلات التي بأخمص القدم من وزن الجسم. وبهيك إحنا طبعاً بنكون خلصنا اللي هي المحاضرة الأولى. شكراً لكم، مع السلامة.